هل السيد الصدر أوقع نفسه في فخ أم الإطار قد نصب له فخ؟ لا أبدا، هو السيد كان يعني دعواته واتجاهاته واضحة، لديه برنامج وخطة، وهذا البرنامج ولا يريد أن يتحاور مع الإطار ولا يريد أن يكون شريكا لهم، ويريد الأغلبية الوطنية، وبالتالي يستخدم ورقة الشارع، هو لديه تكتيكاته. لكن الطرف الآخر هو الذي استخدم أوراق سياسية من أجل أن يعني يعرض بضاعته كما يقال السياسية، ويمضي قدما في سبيل تحريك الواقع السياسي. يعني لا يمكن الإطار أن يبقى إلى فترة طويلة وهو لا يستطيع أن يقدم حلا سياسيا في مجال الإشكال أو الانسداد السياسي الحاصل. لكن أنا أقول اليوم المسألة بهذا الشكل، اليوم التظاهرات أصبحت متوازنة، يعني مهما علت ومهما كبرت أصبح الطرفان يطرحان شعاراتهما ومطالبهما من خلال الجمهور، وأصبحت القضية واضحة من الطرف الصدري ومن الطرف الإطاري وحتى الأطراف الأخرى، أصبح كل طرف يعني نعلم ونفهم ماذا يريد. لكن الجانب الآخر الذي بدأه الإطار، أنا قلت لك هناك مسارات عديدة سلكها الإطار. أولا بعد أن انعدم مسألة الحوارات بدأ بمرحلة ذات يعني ثلاثة أوجه. المسار الأول هو التظاهر الجماهيري والاعتصام. المسار الثاني هو مسار فتح الحوار الشامل بتشكيل وفد مهم وإعطاء صلاحيات مهمة بقيادة السيد العامري لعقد اجتماع لكل القوى السياسية بما فيها التيار الصدري، وبدأ السيد العامري بهذه الزيارات، وكان من المؤمن أن يكون وفد أكبر من ذلك، لكن ارتئي أن يكون السيد العامري على رأس هذا الوفد للالتقاء بالأطراف السنية والشيعية والكردية، وفعلا التقى بالأطراف الشيعية السنية في بغداد والآن في أربيل وسليمانية، وبعدها يعود إلى بغداد لفتح حوارات يا سيد يا دكتور عدنان أو مع التيار الصدري يا دكتور عدنان. بس أكفي عفوا، خلي أكفي هذا المسار حتى، بس عفوا أستاذ نجم، بس خلي أكفي هذا المسار. هذا المسار انتهى، سيعقد مؤتمر ويعتبر هذا المؤتمر لقاء للتفتيش عن الحلول. إن لم تتم هذه العملية وبالتالي سيجمع الأفكار والمفاهيم التي خرج منها السيد العامري للإعلان بالمرحلة الثالثة لعقد جلسة مجلس النواب المرتقبة في أماكن غير هذا المكان الموجود، والقبول بمسألة بدء تشريعات المجلس النواب. الآن 180 نائب وموافقون على الحضور إلى الجلسة المحتملة، وأيضا الضغط على القوى الكردية بترشيح أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية للبدء بتكليف السيد رئيس الوزراء المرشح للدورة الحالية.